شكرا دكتور. هو بالأحرى مثل ما فضل الأستاذ أنه كانت تكون جلسة حوارية، وبالتالي أنا ما عندي بعض الشيء حتى في موضوع محدد، ولكن ما يسرني أن أشوف هذه الكوكبة المثقفة من أبناء جالية أن تسلط الضوء على هذا الحدث الرياضي الجميل اللي دكتور علي لم يبقى ولم يدر شيء لنا. الأستاذ عباس تكلم على الجانب الاقتصادي، طفرة الاقتصادية دول الخليج، ودكتور نبيل بالأحرى ودكتور علي ضاف الأهم وهي قضيتنا الأولى، قضية فلسطين، مما لا شك فيه أنه كرة القدم وكأس العالم ومسرح رياضي لكرة القدم، وليس سياسي وليس اجتماعي وليس ثقافي، ولكن من الصعب بعض الأحيان أن ترى هذا الحدث وأن ترى 32 دولة مشتركة أن لا يكون هذا منص لترويج بعض الأفكار سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية. وحقيقة قطر أبدعت، والجمهور العربي كان دواق وتواق، واستغل القضية الفلسطينية بأفضل الأوجه حتى أصبحت تراها لا تخفو على أي مشاهد، وهذا طبعا أثار بعض الجهات المعينة أنه تطعن، وكانت هناك استهداف إعلامي ضد دولة قطر، ولكنها عملت بهدوء وبدون ضجيج حتى أوصلت ما رادت أن توصل به إلى العالم أن الدول العربية والدول الإسلامية لديها القدرة لديها الإمكانية سواء كانت الثورة المادية وحتى الإنسانية أن يظهر كأس العالم بهذه البهجة، وهم كما أو قبل لا تبتغى سنقدم كأس العالم استثنائي، وحقيقة كان استثنائي بكل جهاته، يعني البناء المعماري، وتكلم الأخ عباس حول السبع من أحسن ملاعب في العالم، بالإضافة إلى كانت هناك منصات ثقافية تروج لك الأستاذ عباس هناك، حتى كان هناك حفلات موسيقية، حفلات تعبر عن التراث العربي والقطري، وبالإضافة والختام كان مسك عندما ألبس الأمير القطري العباءة العربية إلى كابتن ميسي، وهو كان قائد الفريق الأرجنتيني، وحقيقة كانت لها أثر عميق حتى أصبحت العباءة العربية محط بحث لما تعني وما ترمز إليه. فأنا أشكر هذا الحضور اللي يتم بالرياضة، شكرا لأخوان القائمين، أتمنى لهم التوفيق، وأرجو أن لم أطل عليكم. الكلمة الآن للدكتور عبد الناجي، تفضل. دكتور عدنان أرجنتيني فهي لحالة مضمومية. لا أصل لبناني. مساء الخير للجميع. الحقيقة أنا ما يعني كنت كالأخ مش محضر كلمة، كنت أفكر في حوار بس مش مشكلة من مسترجل ومسترجل كلمة إن شاء الله. ما بعرف في يزيد على اللي قالوه الأفاضل الأخوة الأفاضل هون عن مونديال قطر. أنا ما حأحكي عن مونديال قطر وعلى النجاح اللي عملته قطر، بعتقد كان نجاح للكل يشوفوه بغض النظر عن الأمور السياسية اللي دخلت بالموضوع، بعتقد كان مونديال ناجح، ويعني أثبتنا فيه كأمة عربية إنه قادرين نقوم بمشاريع على هالمستوى وننجح فيها ونقدم صورة حلوة عننا.
فما بدي احكي بهالموضوع والتفاصيل المادية والاقتصادية. انا بس بدي احب احكي عن الرياضة والدور التنافسي بالرياضة بصقل الشخصية. نحن شفنا بكرة القدم خاصة بقطر مؤخرا، بس اللي بيتابع كرة القدم بيشوفها بشكل دوري واسبوعي، استاذ عباس بيعرف التنافسية الموجودة بالانتماء للفرق، الفرق الرياضية، واحيانا هالتنافسية هيدي بينظر لها كأنها شيء سلبي، انه في نوع من التزريق، نوع من المناوشات بين المشجعين. لكن بالحقيقة هيدي الانتماء للفرق هو جزء من الهوية تبع الشخص. من ضمن الاشياء اللي بحاجة لها نحن هو الانتماء، الانتماء الى جماعات، جماعات ثقافية، فكرية، وطنية، اكاديمية، رياضية. فدور كتير كبير للرياضة انه تعطي لشبابنا مجال ليعبروا عن الانتماء، ليعبروا عن دافع جواتهم ليكونوا من ضمن مجموعة معينة. لذلك الأبحاث بتشير إنه الأشخاص بشكل عام اللي عندهم انتماء رياضي أو غير رياضي، بشكل عام رياضي، عندهم أقل شعور بالإحباط والتوتر، لأنه عندهم شعور إنه بينتموا لشيء أكبر منهم. لذلك أنا بحس إنه إن شاء الله المونديال ممكن يساعدنا على الاستثمار أيضا بالرياضة، ولا استثمار مش بس ب المهرجانات اللي صارت وجلب طاقات رياضية عالمية، بل استثمار داخلي، استثمار بالفرق تبعنا، استثمار بفكرة إنتاج شيء وطني. لأكد بس على قديش أهمية الرياضة وأهمية الهوية. اللي تابع ممكن المونديال شاف تتوج بفوز المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني ينتمي لدولة الأرجنتين اللي هي عم تعاني اقتصاديا مؤخرا إلى 10 سنين معاناة صعبة جدا، تذكرنا بمعاناتنا بوطننا الأم بلبنان وبكثير من الدول. لكن هيدي الفسحة من الأمل اللي خلقها الفوز بنزول 5 ملايين أشخاص إلى الساحات اللي نسميها ببوينس آيرس وكثير من المدن بالأرجنتين، والشعور اللي تولد بالوحدة الوطنية اللي تجلت بالأرجنتين، وبالإحساس إنه في شيء مشترك جمع الشعب بالرغم من معاناته والمأساة اللي عم يعديها اقتصادياً ويمكن سياسياً. فبيفرجينا دور الرياضة أحياناً بخلق فسحة عند الشعوب، بخلق نوع من الطمأنينة، وبخلق نوع من المعنى اللي بيكون أحياناً مش موجود بحياتنا. لذلك أنا بحب أكد إنه الانتماء الرياضي أحياناً تابع الإعلام وعندنا خاصة ببلدنا يتم تصوير جماهير الفرق الرياضية وكأنها هي يعني غير مثقفة، غير معلمة، وتعمل مشاكل. أكيد في جزء من الرياضة هو هالشيء، بس ينسى دائماً دور التشجيع ودور الانتماء الرياضي للمشجعين، ودوره بخلق مساحة لشبابنا، خلق مساحة بالانتماء، بالإحساس إنه هن في شيء عم ينطروا مناطرة أسبوعيا دوريا. لذلك أنا بتمنى على صعيد الداخلي هون الجاي إنه نهتم كمان بالتنمية الرياضية وبتأسيس شيء رياضي. كتير مبسوط انه نحن عندنا صار منتديات، ومشكورين الشباب والصبايا على هيك منتدى وعلى هيك جلسات دورية، كانت جلسات in person ولا كانت عبر الأثير الانترنت. لكن بتمنى يكون في تركيز كمان على دور الرياضة، وعلى دور الرياضة بإيجاد معنى لهالشباب وجمعهم وخلق روح تنافسية، لأنه التنافسية هي جزء من تطوير نفسية الواحد وشخصيته.
ما عندي شيء يضيفه، اذا في اي اسئله ممكن نجاوب عنها. بس بدي بس اشغل فمي الدكتور، في رفيقه كده بس بس كان في كان في كان في يعني صوره للجاليه قدمناها بفورد كوميونيتي سنتر لما كان في تجمع كبير باسم بلديه كبير، وقدرت هيدي الجاليه توصل رساله للفوكس نيوز عبر المنتخب المغربي اللي تم تشجيعه هون. واكيد الاستاذ عبد بيعرف قديش في يعني استثمار عم بيصير بكرة القدم خصيصا بنادي هامترامك وبعض الأندية، يعني الجالية العراقية واليمنية تحديدا استحقوا الاحترام بهذا الإطار. وأكيد نقطة أخيرة أنه أمريكا حتستضيف أكثر من 70% من المباريات بال 2026 إلى جانب كندا والمكسيك، وبالتالي فرصة لنا أيضا نستفيد من تجربة 2022 ونأسس كجالية الاستثمار كروي. أستاذ عبد يعني شكرا جزيلا. طبعا